نظمت القاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة تحت عنوان مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية. خلال الندوة تم التأكيد على أنه مصر بتلعب دور فعال في دعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في حل القضية. الندوة تضمنت العديد من المحاور، منها ما تعلق بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، منها تعلق أيضا بتسليط الضوء على استطلاعات الرأي وتوجهات الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية، أيضا تحليل للنظام الدولي وسياساته تجاه القضية الفلسطينية، وكانت مداخلتنا حول الأبعاد القانونية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطنا الضوء بصورة أساسية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، ووجدنا أن هذه الجرائم يعني تفوق ما جاء في قواعد القانون الدولي، وربما كانت أكثر بشاعة وأكثر انتهاكا للقيم الأخلاقية والإنسانية التي يقوم عليها هذا القانون. وتحدثنا أيضا عن سبل الملاحقة والمواجهة القضائية مع سلطة الاحتلال، وقلنا بأنه هناك العديد من المسارات، منها ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، ومنها ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد محكمة العدل الدولية يعني طالبنا بأنه يكون هذا التوجه ليس توجها لدولة جنوب إفريقيا، بل يجب أن يشكل توجها دوليا ضاغطا لكي يعني يصدر الصورة الحقيقية لإسرائيل التي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية. أعتقد أنه من المهم أيضا تفعيل مسارات أخرى مثل المسارات المتعلقة بالمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، لأن إسرائيل أيضا بالإضافة لانتهاكها للقانون الدولي الإنساني تنتهك كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإسرائيل تنتهك حقوق الطفل، إسرائيل تنتهك اتفاقية مناضدة التمييز ضد المرأة، إسرائيل تنتهك اتفاقية مناضدة التعذيب، إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يعني يجب محاسبة إسرائيل وقادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نتعامل مع أزمة شديدة التعقيد، ليست أزمة سهلة، أزمة لم تمر بالتاريخ الفلسطيني الحديث، وبالتالي التعامل مع هذه الأزمة نتعامل معها بحكمة بروية. احنا حاطين رؤية تعتمد على مبدأ التدرج ومبدأ المرحلية، مفيش قضية تتحل مرة واحدة، احنا حاطين مراحل لهذا الحل. مهم نخرج، أهم حاجة بالنسبة لمصر الآن نخرج من المستنقع الحالي في قطاع غزة، بمعنى أنها نضع مجموعة من المراحل، هذه كل مرحلة تتلوها مرحلة أخرى بتستند على نمرة واحد هدنة إنسانية تؤدي إلى تبادل أسرى، تؤدي إلى زيادة مساعدات إنسانية، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. دي كلها مراحل لا يمكن أن تتم في خطوة واحدة، ولكن هذه المراحل أعتقد أن هذه المراحل اعتمدت دوليا، ويمكن في مؤتمر باريس في 28/1 الماضي كان واضح جدا جدا أن المبادرة المصرية أو المقترحات المصرية هي الأساس الذي بني عليه اجتماع باريس 28/1. وخليني أقول حاجة مهمة جدا، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي طرحت مبادرة أو مقترحات الخروج من الحل. وستبقى القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات الدولة المصرية شعبا وقيادة بحكم التاريخ والجغرافيا والبعد كمان الثقافي ما بين مصر وفلسطين.